Welcome ladies and gentlemen, أهلا بكم في القناة. أهلا بكم في حلقة النهاردة. معاكم دكتور بيتكوين. في حلقة النهاردة ladies and gentlemen عندنا not so sure about the news إذا كانت bullish ولا إذا كانت bearish, بس عندنا very exciting news النهاردة. هنشوف ثلاث عملات تحديدا, كاردانو, شيبا إينو ومونيرو, technical analysis لسعر البيتكوين, وحنربطه مع البورصة نشوف إيه أخبار البورصة زي ما شفنا في حلقة البارح, وحنشوف الكريبتو فيرينج ريد إندكس. وزي ما تعودنا في كل حلقاتنا من غير تضييع وقت يلا نبتدي. Welcome ladies and gentlemen لحلقة النهاردة من برنامج رمضان بيتكوين الموسم الثاني, حلقة رقم 23, رقم المفضل. هنشوف النهاردة السوق أخباره إيه. طبعا مفيش جديد يعني يا جماعة, السوق مازال ماشي بالعرض, وبيتكوين بعد ما كان ال 40 ألف ده يعتبر ريزيستنس, بقى ال 40 ألف ده بالنسبة لليومين اللي فاتوا دول بعد ما كان ال 40 ألف ده سبورت, للأسف الشديد اليومين اللي فاتوا دول ال 40 ألف دي بقت ريزيستنس. وكذلك إثيريوم ال 3000 دولار بقت بالنسبة له ريزيستنس, يعني كل ما بيعدي 3000 دولار إثيريوم بينزل, وبيتكوين كل ما بيعدي ال 40 ألف بينزل. مش معنى كده إن احنا هننزل أكتر, إنما هنشوف في اخبار النهارده ايه اللي بيحصل في السوق, وهنشوف في التكنيكال اناليسز راينا الشخصي ايه اللي بيحصل. زي ما انتم شايفين طبعا السوق كله ما فيهوش اي حاجه اكسايتنج, حتى كان عندنا اليومين اللي فاتوا كام عمله كده بيزيدوا, النهارده ما فيش اي جديد. اول خبر عندنا النهارده يا جماعه هو كريبتو اكسبرت بيت اون بيتكوين برايس تو بيك ات 81000 دولار ذيس يير. معناه ايه الكلام ده؟ معناه انه البول ماركت بتاعتنا لم تنتهي غير لو بيتكوين كسر ال 80000, وهيبقى هو ده الاول تايم هاي الجديد. انت النهارده بتشتري بيتكوين بكام؟ النهارده بتشتري ب 39000, اوكي؟ حط دي دايما في دماغك. طبعا ده مش كلام اكيد, انما ده worst case scenario as far as I know. فهو على السنة دي ان شاء الله على نهاية السنة هيرجع يطلع تاني زي ما بنقول, والشهور بتعدي بسرعة يا جماعة. 81000 دولار السنة دي. ويلي وو ده من الناس المفضلين عندي بالنسبة للبيتكوين, كل آراءه اللي بيقولها بالنسبة للبيتكوين كلها تقريبا بتطلع صح. راجل خبير, راجل اي بيتكوين بول, وملوش اي علاقة باي عملة تانية, يعني هو بيتكوين ماكسيماليست ما بيشتريش اي عملة تانية. anyhow بيقول انه بيتكوين يا جماعة seems a bit undervalued, وانا معاه في الرأي الشخصي ده. انا شايف يا جماعة انه بيتكوين ب 39000 دولار يعتبر رخيص, يعتبر undervalued, وهنشوف برضو الكلام ده في ال RSI بتاعنا underappreciated. هو جايب لك ال RSI تحت, هو شوف undervalued بمراحل, يعني this is the perfect time to buy, ده احسن وقت ان احنا نشتري فيه بيتكوين. مايكرو ستراتيجي مايكل سيلر بيرد على الناس اللي بتقول ان هو بيبيع بيتكوين, نعم لا يا جماعة انا ما بعتش, دي اشاعات, وانا I don't think ان الراجل ده will ever sell bitcoin. الراجل ده ومايكرو ستراتيجي هيفضلوا يشتروا بيتكوين مدى الحياة, لان هو عارف ان فلوسه كل شوية هتزيد ورصيده كل شوية هيزيد كل ما بيحوش بيتكوين. انت بتحول فلوسك من حاجة ملهاش قيمة او حاجة قيمتها بتنزل كل يوم, قوة الشراء بتاعتها بتضعف كل يوم, بتحولها لحاجة كل سنة قوتها بتاعت الشراء بتزيد. هي دي فكرة البيتكوين يا جماعة. البيتكوين and cryptocurrency remain stable, يعني ماشيين زي ما بنقول دايما بالعرض, لا بينزلوا قوي ولا بيطلعوا قوي. ليه؟ uncertainty about the future, الناس متخايفة من المستقبل, الناس مش عارفة ايه اللي هيحصل, الناس متوترة, حروب وامراض وحظر تجول وكل الكلام اللي بيحصل ده. انما مع كل الظروف اللي احنا فيها دي البيتكوين والكريبتو كورنسي ار ستيبل. زي ما قلت في حلقه امبارح يا جماعه, لما ازمه الكورونا حصلت اول عمله زادت كانت البيتكوين. نيويورك بروبوز ا نيو بيل, عايزين يعملوا قانون جديد ليه؟ عشان يمنعوا فكره الراج بولز اند ذا سكامز, عايزين يقللوا كميه السرقه والنصب اللي بتحصل في الكريبتو كورنسي. كلمة راج بول دي يعني واحد يعمل لك عملة ويعمل لك فيها advertising وويب سايت وكل حاجة, وبعدين باب اول ما العملة توصل للأول تايم هاي يقوم بايع كل اللي معاه عشان هو معاه اكبر كمية رصيد, وتموت العملة بعد كده. وكنا احنا جبنا كذا مثال وكذا رمز لبعض هذه العملات اللي بتكون نصب
زي مثلا بيتكوين فولت، زي بيتكوين كاش، زي ريبل هتشوفه في المستقبل طبعا، والكلام ده كله. فنيويورك عايزين يطلعوا قوانين تحمي الناس من الراج بولز، تحمي الناس من السكامز. احنا مش ضد الكلام ده يا جماعة، والمعنى الكلام ده انه ده ادابشن. لما تيجي حكومة تقول احنا عايزين ننزل قانون عشان كذا كذا، يعني خلاص انتوا بقى معترفين بالكلام ده ان هو قانوني. احنا اصلا عدينا مرحلة قانوني وغير قانوني دي من زمان. كاردانو يا جماعة is about to explode. كاردانو تقيل جدا ومطلع عين الناس اللي شايلاه، انما كاردانو التكنيكال اناليسس بتاعه بيقول ان هو we are about to explode. كل ما العملة تنزل احمر كده عمرها ما هتفضل احمر كتير، لازم عاجلا ام اخرا تطلع للاخضر. So كاردانو عندنا النهاردة في الاخبار most positive level since mid November. وكاردانو as a rally in ADA hits prime opportunity for zones for bulls. يعني احنا قلنا بنجيب سيرة كاردانو ده كتير في الفترة اللي فاتت، ده تقريبا رمضان كله 400 شركة عليه على البلوك تشين وكذا 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 وكذا. شايفين ADA price historically rise here، دايما بتطلع الرايز هير. لو شفنا التاريخ اللي فات بيطلع السعر في الحتة دي، في الحتة اللي احنا فيها دلوقتي دي بالظبط. الخبر اللي عندنا بعد كده شيبا اينو. شيبا اينو يا جماعة دلوقتي تقدر تعمل جنريت باسيف انكم، يعني يجي لك دخل يوميا شيبا اينو، كل يوم يجي لك شوية كوين كل شوية. ازاي؟ لما تعمل بيرن للشيبا. عملوا دلوقتي حاجة اسمها جنريتر، بيرن جنريتر. دلوقتي انت شخصيا ممكن تحرق شوية الشيبا اللي معاك دول، او معاك شوية شيبا احرق نصهم، هتاخد عليهم دخل يومي، وفي نفس الوقت شوية الشيبا الباقيين اللي عندك دول سعرهم هيزيد. والمعلوماتكم الشخصية شيبا اينو يا جماعة من يوم ما طلع لغاية النهاردة 45% من السبلاي بتاعه اتحرقوا. 45% lower than the initial supply. هو نزل بسبلاي معين اتحرق منه 45%، قربنا من النص، نص السبلاي اتحرق. يعني المفروض انه السعر يزيد 50%. فتاني شيبا اينو launches a Shiba burning protocol. What does it mean؟ يعني ايه؟ احنا عارفين يعني ايه. نحن كل ما نحرق الشيبا كل ما المفروض السعر بتاعه يزيد والديماند بتاعه يزيد. اوكي؟ الخبر عندنا بعد كده move over bitcoin. Is Shiba Inu the new crypto gold؟ هل يا ترى في يوم من الايام الشيبا اينو ده هيقول البيتكوين اوعى وهيبقى هو رقم واحد؟ طبعا ده يعني خبر يعتبر كوميدي، انتوا عارفين رايي الشخصي، nothing is like bitcoin، مفيش حاجه هتبقى زي البيتكوين، وعمر ما البيتكوين في يوم من الايام هينزل هيبقى رقم 2 على السوق، لان هو بقى له 12 سنه وفي دلوقتي فوق ال 10,000 عمله وكلهم بيحاولوا ان هم يبقوا رقم واحد، مفيش حد منهم قدر. اللي يعني اهو ماسك في رقم 2 بقى له كام سنه هو ايثيريوم. ولعلمكم لو ترجعوا بالتاريخ بتاع العملات الافتراضيه، ايثيريوم ما كانش رقم 2 من يوم ما السوق بتاعنا ده فتح. مونيرو يا جماعة 75% رالي. مونيرو اللي النهاردة ب 250 دولار هيزيد 75%. مونيرو من اكتر العملات اللي نازلة النهاردة، يعني انت لو اشتريت مونيرو النهاردة، دايما لما بطلع اقول على عملة والناس ما بتشتريش، في ناس بتشتري بتكسب في خلال يومين ثلاثة، تاني توفيق من عند ربنا مش اكتر ولا اقل. So مونيرو النهاردة من اكتر العملات اللي نازلة 6%، مع انه كان منفجر من كام يوم 250 دولار. هنخش على 75% رالي، لانه بيعمل حاجة اسمها فولينج ويدج. الفولينج ويدج اللي هو المثلث اللي مرسوم قدامكم ده، نعمل زوم، اللي هو المثلث ده، ده الفولينج ويدج، الخطين دول فولينج ويدج، وعادة this is a bullish sign، وعادة السعر بعدها بيطلع. 75% الناس بتقول اشتري مونيرو لو انت عايز العملات بتاعتك تبقى private، ما حدش يعرف عنها اي حاجة. ده بالنسبة للجزء بتاع الاخبار. تعالوا نشوف الكريبتو فير اند جريد اندكس، وتعالوا نعمل تكنيكال اناليسز للبيتكوين مع تكنيكال اناليسز لاسعار البورصة، نشوف ايه اخبارهم وايه علاقتهم ببعض. استعمل اللينكس بتاعتي اللي موجودة تحت لو عايز تفتح محفظة، لو عايز تفتح حساب في اي منصة هتاخد لغاية 100 دولار بونس. ويا تعالوا نشوف الكريبتو فير اند جريد اندكس. اكستريم فير زي امبارح بالظبط، مفيش اي جديد، بالعكس الناس ما زالت
مرعوبة جدا كمان، مش مرعوبة بس، مرعوبة جدا. انما لو نزلنا شفنا الشارت بتاعتها هنلاقي ان الشارت ما نزلتش اكتر من امبارح، الشارت ما نزلتش اكتر من امبارح، اهي ماشية بالعرض تقريبا. هنا كان عندنا 4 ايام كده فير، ودلوقتي عندنا يومين اكستريم فير، وتاني نرجع نقول انه عادة لما بنبقى في المرحلة دي حتى يا جماعة احنا كمان قدامنا للخط اللي تحت ده، يعني حتى لو نزل السعر تاني والاكستريم فير زاد تاني ونزلنا للخط اللي تحت ده، هي دي الفرصة اللي بنشتري فيها وبعدها السعر بينفجر. كل ما بنلمس الخط ده السعر بعدها بينفجر ان شاء الله يومين ثلاثة زي دي. اوكي سو ده بالنسبة للكريبتو فير اند جريد اندكس، مهم قوي ان انت تعمل عليه تشيك يوميا. تكنيكال اناليسيس بتاعنا النهاردة يا جماعة، شايفين انا تقريبا من زمان قوي ما شفتش بيتكوين ماشي بالعرض بالطريقة دي، من يوم 22 ابريل لغاية النهاردة 22 23 24، بقاله 3 ايام ماشي بالعرض بالعرض بالعرض، مفيش هزار. حتى الفوليوم كمان شوف قليل ازاي، ابتدى يبقى عندنا النهاردة كده شوية فوليوم كده حلوين، انما ما عملوش حاجة في السعر. وخلي بالك لو عملنا كمان زوم، دي الوان اور، دي الساعة، فبيتكوين نزل ل 38 وشوية. اوكي مش معنى كده ان احنا هننزل، اي نعم احنا عندنا اي بير سيجنال على الوان اور، ولو شفنا الاربع ساعات هنلاقي برضو انذر بير سيجنال ودي حاجة مش كويسة، على اليومي برضو انذر بير سيجنال ودي حاجة مش كويسة، انما ممكن البير سيجنال دي تتكسر في اي وقت. انا ما زلت عند رأيي الشخصي انه بيتكوين is forming a triple bottom، ثلاثة bottom، مش لازم يبقوا بالظبط، مفيش حاجة عندنا بتبقى بالظبط، كل ده smart guessing، the first bottom the second bottom the third bottom وده descending triangle بالنسبة للأربع ساعات. وعادة this is a bullish sign، وعادة ده المفروض يعني يطلع على فوق. ولو شفنا ال RSI على اليومي هنلاقي ان احنا تحت، we are undervalued، ممكن ينزل لتحت شوية زي ما طلع هنا، زي في النزلة دي نزل لتحت شوية، انما عادة اي وقت تشوف بيتكوين ال RSI بتاعه طالع بره الحتة دي اشتري على طول، لانه عادة بعدها بيطلع. احنا كنا قلنا الكلام ده كتير، كل ما ينزل ال RSI تحت اشتري، اهو RSI تحت RSI تحت باي، تاني يوم تالت يوم and so on. So ده بالنسبة للبيتكوين. تعالوا بقى اوريكم على السريع ايه البورصة اخبارها ايه. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعة البورصة ما حصل لهاش ريكفري، يعني حتى بيتكوين ماشي بالعرض، ناس عمالة تشتري منه على صغير، اوكي، انما البورصة لسه نوز دايف، لسه بتقع اهي، ادي الوقعة ناسداك، اليو اس 500 نفس القصة عمال يقع، بس الار اس اي بتاعهم واطي، فانا اي ثينك انه هيبتدي يطلع من هنا، ولو طلعت البورصة طبعا بيتكوين هيطلع، انما لو نزلت البورصة برضو في احتمال انه بيتكوين ينزل. انما خلي بالكو شفتوا البورصة ده، مجموع البورصة بتاع امريكا كلها متجمع في سهم واحد، شايفين الاحمر؟ شايفين بيتكوين؟ الفرق بيتكوين اقوى من البورصة، وهيجي وقت ان شاء الله باذن الله البيتكوين ينفصل تماما عن ارتباطه بالبورصة. مفيش سوبر اكسايتنج نيوز، السوق ماشي بالعرض، مطلع عنا ومطلع عين الناس اللي عايزه تخش، مطلع عين الناس اللي اشترت، انما باي يسترداي باي النهارده باي بكره، عمرك ما هتندم. 5 years from now هتدعي لي ان شاء الله يدينا ربنا طول العمر ونفضل نعمل فيديوهات لمده 5 سنين و10 سنين مش هنقول فيها اي تولد يو سو، انما هنبقى كلنا مبسوطين وفرحانين بالمكاسب الجباره اللي احنا عملناها، وبان احنا كل الاخبار وكل الهم والوجع الدماغ والكلام ده ما فرقش معانا، وان احنا وي هودل، يعني بنمسك العملات دي كانها حياتنا. هولد اون فور ديل لايف. دونت فورجيت تو لايك اند سبسكرايب، ثانك يو سو ماتش على السبورت بتاعكم، واي هوب يو ابريشيت الفيديوهات اليوميه والاخبار اليوميه تو كيپ يو اب تو ديت، ونطمنكم على راس مالكم ونطمنكم على المستقبل. Anything can happen. Bitcoin ممكن يقع ل 20. I don't care. I will buy more. Bitcoin ممكن يطلع بكره ل 80. I will be very happy. وممكن ساعتها وهو في مشواره لل 80 اشتري شويه زياده. You will never lose مع Bitcoin. زي ما تعودنا في كل حلقاتنا. See you in the next one. Bye.